يعني. اللي وقع هو انه بدا الغاز بشويه شاعل بشويه، ماشي الغاز مطلوق، غادي كيتطلق بشويه، واحد اللقطه هذه كنقول لك 6 وثلث باقي الغاز مطلوق، يعني من 6 وربع 6 وثلث، هاي ربع ساعه يعني، حتى السق يعني السق ال 20 يعني هاي ولات ثلث ساعه، ما كاينش ما توصل حتى شي واحد ما قدر شي حاجه، فهمتيني؟ شويه ويتشعل واحد الشاشه، بداش واحد الشاشه بحال هكا هي هذيك الشعله الاولى. انا ما كنتش عارف تيري التليفون فاش كنجري، هبط موني الدار، هبط الام ديالي، جدي جداتي، حنا عائله مجموعين في الدار كامله، خرجناهم باش بدا ديك الساعه السلطاج. وشنو كاين تيو جايبين تيو متقوب، ما فهمتش الاموال اللي كتخسر على شي حوايج اللي ماشي هما هذوك، تخسر على فورمي هاد الناس مزيان وعطيهم جيبوا لهم ماتيريال جديد، خسرنا 4000 مليون في موازين، شراها كامي هو ديال بومبيه مزيانين هاد الناس هذا، والله يديهم. وهذه المره الرابعه كما كنقول، وحنا كنعيطوا للسلطات وكيجيو كيديروا فيديوهات كيشوف حالات. انتما كنساكن عندكم مشكل يومي مع هذا؟ لا ماشي يومي المشكل هذا، دابا كنقول لك من النهار جات النهار ولا كيتحطوا السيرنات هنا، وحنا كنلقاو هاد المشكلات، ريحه الغاز ما كتحيدش من هنا، والله يدير الخير. يعني مشكل ديال الرائحه، وفي نفس الوقت مشكل ديال الخطر، الانفجار يقدر يوقع. وترى خطر الانفجار، شوف راه كنا تقاسات واحد الشركه اون فاس معاه، راه ما الحمد لله انها ما تقاسش. وقع شركه ديال العود، راه لا شركه العود كيطفق، العود ماشي مشكل، شركه ديال الغاز، ستوك ديال الغاز، وستوك ديال الغاز دايزين تيوات ديالو من هنا، تيو دايز من هنا، يعني في ويت واحد غيفرقع كلشي. وترى محمديه غتبقى عا كتسمع فيها، شتي داك الانفجار اللي طرا في لبنان غيكون تريبل ديالو هذا. الحمد لله، كان الحمد لله عز وجل، وكان شاد شوف، وكنشكر الوقايه المدنيه، علاش؟ لان الدراري بساط، ما عندهمش بوسائل بسيطه، انهم تمكنوا تفاو بوسائل بسيطه تمكنوا توصل، علاش؟ لان الدراري اللي كفر، الدراري اللي نفسهم حاره، لان بهذا المتاريا بهذا الماطوز اللي عندهم هادو هنا، راه بهذا الماطوز هذا راه دي شي دوله اخرى، راه ما يعرفوش، علاش؟ راه ماشي الماطوز، راه الدراري اللي كاينين تما، البومبيه اللي كنشكرهم بزاف، انا البومبيه اللي مساكن كيفاش كانوا كيجريو، كيفاش كانوا هادوك هما اللي كنشكر بزاف، الله يرحم لهم الوالدين واجرهم لله، والثمن اللي كياخذوا البومبيه والله مساكن تيستاهلوا كثر على الثمن اللي كيضربوا.